نغدو من وحي رباني لنجول بقصص القرآن. أدعو صحبي والخلاني، قد آن الموعد قد آن، قد آن الموعد قد آن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. عن رسل سوف يحدثنا حمل الراية للإنسان. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جدي، منذ متى وأنت هنا؟ كنت مراً بالقرب من غرفتك فسمعت صوتك الجميل وأنت تقرأ في تلك السور المكية الجميلة. ومن أعلمك أنها سور مكية يا جدي؟ من مواضيع السور يا بني. فسورة الفيل تتحدث عن قصة أبرهة الذي حاول هدم الكعبة شرفها الله، وجاء بفيل عظيم لهذه المهمة، لكن الله رد كيده إلى نحره. أما سورة قريش فقريش تعيش في مكة، والله سبحانه وتعالى يذكر نعمه الجليلة على قريش، فقد جعل تجارتهم رابحة برحلتي الشتاء والصيف، وزادهم أن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولكن يا جدي، ألا توجد طريقة لمعرفة السور المكية من السور المدنية؟ أولاً أريدك أن تذكر لي ما هي السور المكية وما هي السور المدنية، وأرجو أن لا تكون قد نسيت، فقد ذكرت لك ذلك بالأمس. وكيف أنسى يا جدي؟ السور المكية تلك السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وأما السور المدنية فهي تلك السور التي نزلت بعد الهجرة النبوية الشريفة. أحسنت يا ماجد، أحسنت. وقد أخبرنا الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع رسول الله وقت نزول كل سورة ومكانها، فنعرف من أخبارهم ما إذا كانت السور مكية أم مدنية. وهناك أيضا طريقة علمية وضعها العلماء لمعرفة المكي من المدني. نعم يا جدي، هذا ما أود معرفته. حسنا يا ماجد، اسمع مني. قال العلماء:
كل سورة فيها سجدة فهي مكية، وهناك ألفاظ محددة تأتي بالسورة المكية. مثل ماذا يا جدي؟ كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، وكذلك كل سورة فيها قوله تعالى يا أيها الناس فهي مكية، وكل سورة تبدأ بحروف مثل ألف لام ميم وألف لام را فهي سور مكية. وما هي في الغالب مواضيع السور المكية؟ السور المكية في الغالب تتحدث عن قصص الأنبياء والأمم السابقة، وكذلك عن قصة سيدنا آدم مع إبليس، وتتحدث السور المكية كذلك عن الدعوة لتوحيد الله وعبادته وحده، وإثبات النبوة والبعث واليوم الآخر والأخلاق. وعلى هذا تكون سورة الكهف مكية، لأنها تتحدث عن الأمم السابقة، وفيها قصة ذي القرنين التي أوردها الله لإثبات نبوة الرسول عليه السلام أمام كفار قريش. أحسنت يا ماجد، أحسنت. وسورة الكهف مكية كذلك. جدي، ألن تكمل لي قصة ذي القرنين؟ ولم لا يا ماجد؟ ولكن دعني أولاً أسأل بعض الأسئلة حتى أعرف إن كنت قد فهمت ما ذكرناه بالأمس عن هذه القصة. تفضل يا جدي. حسناً، من هو ذو القرنين؟ هو رجل صالح آتاه الله الملك والجيش القوي، فكان يسيح في الأرض ليدعو إلى الله ويصلح بين الناس. وأين ذهب في رحلته الأولى وماذا فعل بها؟ ذهب في رحلته الأولى إلى جهة المغرب أقصى الأرض، فوجد الفوضى والظلم بين الناس، فأمهلهم وصبر عليهم حتى أقام بينهم العدل ونظم لهم القوانين والنظم، فعادت حياتهم إلى الاستقرار والسلام، وأخذ الحق من الظالم ورده إلى المظلوم. وماذا فعل في رحلته الثانية؟ الرحلة الثانية وجد قوماً في غاية الجهل والتخلف في مشرق الأرض، ليس لديهم بيوت ولا أشجار ولا ظل يحميهم من حرارة الشمس ونورها، فاستعمل ما وهبه الله من علم وحكمة فبنى لهم البيوت والدور وأقام العمران بينهم وآواهم في البيوت، فلا تزال الألسن تلهج بالثناء والأكف ترتفع بالدعاء، فتركهم وحبه في قلوبهم ومعه جيشه الذي استعمله في الخير والعمران. أما رحلة ذي القرنين الثالثة فقد كانت أغرب من الخيال، وأغرب من رحلته الأولى نحو المغرب والثانية نحو المشرق. وأنا في شوق شديد لسماعها يا جدي. بعد أن انتهى من رحلته الأولى نحو المغرب ومن رحلته الثانية نحو المشرق، قفل راجعاً إلى وطنه، وقبل أن يصل هناك وصلت الأخبار من بلاد ما بين الجبلين التي يتعرض أهلها للفتن والمظالم، فقد كان أهل تلك البلاد من البسطاء الضعفاء، وكانوا من القبائل البدائية الذين يعيشون على الفطرة، وكانت شعوب يأجوج ومأجوج تعيث في الأرض فسادا، لا السيف يردعهم ولا النصح ينفعهم، فكانوا يتدفقون ما بين فترة وأخرى من بين الجبلين ويغيرون على تلك القبائل المستضعفة، فيقتلون منهم وينهبون أموالهم ويسلبون ممتلكاتهم ويتركون الناس بين الخوف والذعر. ولم يكن هؤلاء الناس المستضعفين بقادرين على رد شر يأجوج ومأجوج الذي يتكرر أذاهم
ما بين فترة وأخرى، وهكذا توجه ذو القرنين لإنقاذ تلك القبائل المستضعفة من فساد يأجوج ومأجوج. فلما وصل إلى ديارهم مع جحافله وجيوشه ظنوه كيأجوج ومأجوج، جاء ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، ففروا منه وفزعوا إلى الجبال ليعتصموا بها ويحتموا من هذا الجيش الجرار، حتى طمأنهم وشرح لهم مهمته الخيرة في نصرتهم ورد الظلم والأذى عنهم. فتعال يا ماجد نشهد هذا المجلس المهيب الذي جمع ذا القرنين وكبار مستشاريه وقواده مع زعماء القبائل المستضعفة. لقد أفسدت علينا قبائل يأجوج ومأجوج حياتنا، فلم نعد ننعم لا بمقام ولا بطعام، فقد تكررت هجماتهم على قرانا وبيوتنا حتى إننا لا نستطيع أن نفتح المدارس لتعليم أبنائنا، فقد تفشى الجهل بيننا وأصبح الواحد منا عندما يتكلم لا يكاد يبين. ولماذا لم تتصدوا لهجماتهم عليكم؟ هؤلاء يا مولاي كالوحوش، لا يردعهم سيف ولا تقف أمامهم قوة، فأعدادهم كبيرة وهجماتهم كثيرة، لا يتقون الله ولا يخافونه، بينما قبائلنا مستضعفة، ما إن تعلم بقدومهم حتى تفر إلى الجبال. ولهذا فررتم إلى الجبال عندما وصلت إلى بلادكم؟ نعم يا مولاي، فقد ظننا أول الأمر أنكم من قوم يأجوج ومأجوج، فجيشكم كبير جرار، ولكن بعد أن شاهدنا من حسن تعاملكم وكرم أخلاقكم عرفنا أنكم تختلفون عنهم. وكيف يستطيع مولاي أن يعينكم وينصركم على قوم يأجوج ومأجوج؟ ربما يستطيع مولاي أن يقاتلهم ويهزمهم وينتصر عليهم. وحتى لو فرضنا أننا قاتلناهم وانتصرنا عليهم، هل تظنون أنهم لا يعيدون الكرة ويغيرون عليكم بعد عودة جيش مولاي الملك ذي القرنين إلى بلاده؟ لا أظن ذلك، فقوم يأجوج ومأجوج سيكررون الهجمات طالما يجدون في كل مرة الوسيلة للعودة مرة أخرى. يا مولاي كما ترى فإننا نعيش بين جبلين عظيمين، ويأجوج ومأجوج لا يستطيعون تسلق الجبال الشاهقة، ولكنهم يستغلون وجود الثغرة بين الجبلين فيهجمون علينا. هل تقصدون بأننا لو وجدنا طريقة لسد تلك الثغرة فإن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون الوصول إليكم؟ بالتأكيد، فهو الطريق الوحيد لهم، فإن بنينا سدا بيننا وبينهم فإنهم لا يستطيعون الوصول إلينا، ولكن كيف سنبني السد؟ إذا أردنا أن نبني سداً فكيف نطمئن أنهم لا يهدمونه أو يتسلقونه؟ إذن نريد أن نبني سداً بمواصفات خاصة محددة. أولاً أن يكون قوياً فلا سبيل إلى حفره وهدمه، وثانياً أن يكون أملس ناعماً لا أحد يستطيع أن يتسلقه. وماذا ترى يا مولاي؟ لقد أعطاني الله سبحانه وتعالى العلم والحكمة، ويجب أن أعين هؤلاء الناس على إقامة السد. ونحن يا مولاي نجمع لك ما نستطيع من أموال لنعطيك أجر ما ستصنع لنا. إن القوة التي أعطاني الله إياها وما مكنني فيه من الإصلاح وهيأ لي من الأسباب هو أعظم الأجر، ورضا الله في الآخرة خير من الدنيا وكل ما فيها. ولكنني أريد منكم شيئا آخر. بما نستطيع أن نساعد؟ أريد من قومك أن يعملوا معي في إقامة السد بقوة أبدانهم وسواعدهم، فاجمع لي كل الرجال القادرين على العمل من قومك، وأريد
أن تجعلهم يجمعون ما يستطيعون من خشب وفحم وحديد. لك ما قلت، وسنعمل أنا وشعبي بكل ما نستطيع من قوة منذ اليوم. وأنت أيها الوزير، أجل يا مولاي، أشرف على الجيش لكي يجمع الحديد والنحاس، وأريدهم أن يكوموا الحديد بين الجبلين. وماذا عن الخشب والفحم؟ أريد الخشب والفحم حتى أشعل به نارا عظيمة. نار؟ وبماذا تحتاج النار يا مولاي؟ أريد أن أستعمل النار لأمرين. الأول هو لتسخين الحديد، والثاني هو لصهر النحاس. فإذا ما وصل العمل إلى مرحلة تسخين الحديد وصهر النحاس فأخبرني لأقول لكم كيف سنقيم السد بعون الله. ذو القرنين هذا ليس حاكما فقط، بل إنه مهندس أيضا، ويبدو أنه يعرف كل شيء حتى في المعادن. في المعادن وفي خصائص المعادن وفي البناء وفي العلوم، والأهم أنه كان يمتلك حكمة ما امتلكها غيره في أهل زمانه. هذه قصة تبعث على البهجة وفيها فوائد عظيمة، أهمها الحث على العمل الطيب والتعاون. أجل، وستعرف الكثير عنها غدا إن شاء الله. هل ستتوقف عن الحديث يا جدي؟ يكفينا ما تحدثنا فيه اليوم، وغدا لنا لقاء بإذن الله. لا 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 لا. نغدو من وحي رباني لنزول بقصص القرآن. أدعو صحبي والخلاني، قد آن الموعد قد آن، قد آن الموعد قد آن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. عن رسل سوف يحدثنا حملوا الراية للإنسان. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. هيا 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 قد آن الموعد.